إذا بدنا نتكلم عن المشاكل اللي صارت أول كورونا، الناس صعقوا، صدموا، صار في عندهم حالة من الذهول، حالة من التوهان، قلق، خوف، مشاعر عادية وطبيعية متوقعة لهذه الجائحة أصابت الناس. وكان كل من يصاب بهذا الفيروس يرى نظرات الرعب في أعين من حوله، لأنه قد يكون هذا موضوع آخر نتكلم عنه. نتكلم عنه عن غالبية الناس كيف كان معها هذا الكلام اللي ذكرتيه الآن، اللي هو كان صار في شيء اسمه الوصمة، استيغماتيزيشن، بمعنى أنه أصبح الواحد لو كان مهرب مخدرات أهم أن يقال عنه أنه مصاب بالكورونا، لأنه نظرة الناس لهذا المرض اللي مش فاهمينه وأي شيء مش مفهوم مجهول الناس تخشى، فأصبحت هؤلاء الناس دوما وأبدا يعني لديهم وصفة في المجتمع، مثل ما نقول والله إنه والله هذا أبوها صاب كورونا ما بناخدها عروس، صار بهذه الحد. صحيح. النقطة الأخرى أن الدول في بداية الكورونا تخبطت، فكانت وسائل الحماية والتباعد وقضية الحجر وقضايا أخرى وقضية جلب الناس أيضا ساعدت بالآثار هذه. صحيح. لكن دعيني أقول لك هذا كان في البداية، نحن حذرنا من البداية أنكم يجب أن تهتموا اليوم بعدم... كيف ترى المشهد دكتور؟ شكرا. كنا نقول من البداية دعوكم يجب أن تهتموا بإجراءات السيطرة على المرض، يجب أن تهتموا بالإجراءات الاقتصادية، لكن يجب أن تهتموا بالصحة النفسية المجتمعية، لأنه إذا لم تهتموا سوف في كل كوكب الأرض سوف يكون هناك انفجار للمشاكل النفسية بما فيها الأمراض النفسية، وهذا ما حصل الآن بسبب ضعف الخطط الحكومية في كل العالم. وفعليا كان هذا الفيروس ناقوس خطر. نعم. دق لأهمية إيلاء هذا القطاع، قطاع الرعاية النفسية، أهمية أكبر من قبل السلطات الصحية. صحيح. حتى الصحة العالمية عندما كان اليوم العالمي للصحة النفسية دعت ونادت بضرورة إيلاء الجميع رعاية صحية وهي يعني نفسية وهي استحقاق للجميع دكتور. منظمة الصحة العالمية تطلق الكثير من الشعارات. نعم. لكن عند التطبيق لا شك أن هنالك نقص كبير في التطبيق. المشكلة من أين تأتي؟ أنا أقول لك دوما وأبدا المشاكل الأمنية والاقتصادية والسيطرة على المرض تكون قبل المشاكل النفسية، عندما توضع الخطط الحكومية في كل العالم حول الخطط النفسية. هنالك خطط كثيرة نفسية موجودة، لكن وضحت الجائحة أن هذه الخطط هي خطط عبثية بشكل عام، وهي خطط غير منظمة. نعم. والمجتمعات والحكومات لم تعمل عليها، فبالتالي هنالك حقيقة سوء إدارة للخطط الصحية النفسية حول العالم بأجمع وفي بلدان أكثر من بلدان. النقطة الأخرى اللي كنت أريد أن أقول لك، المشهد الآن طول استمرار الجائحة والإجراءات أصبح هنالك شيئين رئيسيات، انتقلت المشاعر الخوف والقلق والحزن من المجهول إلى الملل والزهق والضجر من هذه دكتور. الإجراءات. صحيح. النقطة الأخرى وهذا هي أكثر، لكن بعض الدول سارعت برفع القيود غير كافي. أنت قلت لك هو كوكب الأرض، كوكب الأرض يجب أن يعاد فتحه كاملا بخطط صحية، حتى وإن ظهرت متغيرات خفية لكورونا. لا شك أن هنالك متغيرات، وسوف تكون متغيرات ومتغيرات ومتغيرات المتغيرات، لأن المتغيرات هي متغيرات في المتغيرات. إذا نتعامل معها ولا نهرب منها. أنت فهمتي ما قلت؟ أنا لم أفهم. أنا فهمت. لأن الموضوع الجائحة معقد جدا. صحيح. وفيه عوامل كثيرة، فدعونا ننسق. لكن ما حصل الآن ما كنا نحذره، أنه حصل الآن انفجار في نسبة المشاكل والأمراض النفسية في مختلف الأعمار والأجناس، ذكر أنثى طفل كبير صغير، جميع الناس تعرضوا، جميع الفئات العمرية، جميع الفئات العمرية تعرضت لأمراض، ونحن نرى في عياداتنا ازديادا كما حذرنا سابقا أنه سوف تكون عام 2022 عام انفجار المشاكل.